سنين توحشها كل يوم توحشها البلاد. واحد ما ينساش اصلا. اكثر حاجه تتوحشها في تونس شنو؟ العباد. العباد والمونتاليتي نتاع العباد. العباد متخلقين ومتروبين وكل ديما في لسان الكلام الحلو. دي لي فرونسي نقولوا لهم يمشوا لتونس خير ما يمشوا مثلا بلاد اخر، خاطر هنا تونس بلاد باهيه با ترو شير، يعني عندها لي بري جوست ونفروا بهم الناس توريست، مش كان لي فرونسي اما العالم كامل. كان خاصة ربي وعندكم الفرصة ارجعوا لبلادكم وقدوها البلاد كم سا تجي بلاد عالمي خير من جابون خير من الصين، وان شاء الله بقدرة ربي احنا عندنا اعز بلاد في افريقيا. خير فيها في البلاد. ويلكم تو تونيزيا حبيبي. قبل ما يبداو بحثنا الجاليه بالخارج ديما ماذا بينا ناخذوا رايهم في بلادنا، شنو اللي تبدل، شنو الحاجات اللي لقاوهم مختلفين على الزياره اللي تعديت. السلام عليكم الشعب التونسي، انا نعيش في باريس ورجعت لبلادي وكل شيء مكدود وكل خير فما، وما شاء الله عليكم التوانسه شعب فريمون اكويون، شعب فريمون عالمي، طياره في كل شيء. والتونسي تفهم مع كل ناسيوناليتي، الانجليزي الالماني البلجيكي الايطالياني وكل شيء، وكل لغه يحكي. اي واي جيد تخوده يحكي على ما شاء الله عليه سبع لغات. ومرحبا بكم. انت وحدك جيت قلت نحب نحكي على بلاد، شنو حبيت تقول؟ نحب نقول على الشانجمون ما بين الثوره قيدينا البلاد، او تعدينا في لوتوروت باش يقدوا 5 فوا ما شاء الله عليكم، وعملنا الازور سيتي نوفو سنتر كوميرسيال وحمامات تتقد وفما بنزرت اريانا قمرت وكل خير فيها في البلاد. ويلكم تو تونيزيا حبيبي. انت تعيش في باريس هكا ولا شنو تخدم غادي؟ انا تو نخدم انجينيور، انجينيور ان تيلي كونستركسيون ميكانيك. اوكي، ما بين الكفاءات اللي هاجروا خلاو البلاد. اي يعطيك الصحة. وغادي كيفاش تعامل معاكم؟ معناها يقدروا الكفاءات التونسية؟ اي يقدروا، اي بيان سور. نستنوا اليوم مع الرئيس ايمانويل ماكرون، نستنوا 12000 نوفو فولونتير بور اتر انجينيور ان فرانس. دونك اي واحد يلقى بلاصو مادام عنده ديبلوم، عنده التكافة وعنده لا فولونتي سورتو ولا موتيفاسيون باش يجي، مرحبا بهم خليه يخدموا في الخارجية ان تونك انجينيور. قصدي انا مرحب بكم في المؤسسات في فرنسا، معناها تلقاو نفس القيمه نتاع انجينيور فرنساوي مثلا؟ اي اكيد نفس القيمه، وفما فورماسيون وكل شيء، يعني الحكومه يساعدوا في السكنه، يساعدوا في الخدمه، يساعدوا في كل شيء، كل خير، وفما سيستم سيكوريتي سوسيال على الكيف. تحكيو اكيد على تونس غادي انت والزملاء والكل؟ اي نحكيو كل يوم على تونس ونذكروا تونس ونذكروا زمان، الوقت نتاع زمان والوقت نتاع تو. تحكي لهم انت ساعه على البلاد؟ اي كل يوم نحكي لهم على البلاد، نقول لهم تونس كبيره، فما تونس وفما الغوفرنمان نتاع بيلاروس، الغوفرنمان نتاع نابل، ونحكي لهم على البحر. احنا عندنا عاصمه بحر عالميه مثلا الكابون، عندنا زاد البلاد نتاع العكاره زرزيس، عاصمه بلاد يسمى، وعندنا زاد الجرابه. نحكي لهم على كل الديفيرسيتي نتاع تونيزي، ونحكي لهم زاد على الماتير بروميير التيسو التكستيل ويعني علاش نعرفوا احنا. احنا عندنا 24 ولاية تقريبا، كل ولاية والخصائص نتاعها معناها. اي اكيد اكيد، اي على الكاركترستيك الصحيحية هي. وتابع انت في الاخبار من غادي؟ اي نتابعوا في الاخبار، يعني بابا وامي كل ديما يحطوا لا تلفزيون الوطنية، زاد عندنا الفيسبوك وعندنا اليوتيوب وعندنا لي شانين نتابعوا على تونس على الاخبار، نحب نفهموا شو صار البلاد وحتى في السياسية نتابعوا كل يوم كيس كي سباس يعني في تونس اليوم. غادي في فرنسا تقول لهم راك فخور ببلادك؟ اي اي فرحان ياسر ياسر على البلاد، ونحكي لهم على الشانجمون وعلى ليفولوسيون كونستانت. هاو تعدينا كبيله فهمنا تونس عملت سا بروبر مارك دو فواتور واليس، وحنا اوني تخي فيير دو سا. وماذا بينا نحكوا على العام الكامل كي نمشوا لفرنسا، نحكوا مع الزيرين المغربيين ونوريهم شنو هو تونس اليوم. في لونتربريز تاعكم اللي تخدموا فيها تونس؟ اي فيها تونس، فما 14 تونس. كل واحد خدمته، فما السيكوريتي، فما الكوميرسيال، فما السيرفيس ابخي فونت، فما لي انجينيور، فما كل شيء، كل خير. قداي من مرة تعبت في العام في تونس؟
انا عندي 7 سنين ما عبتش خاطر دورت العالم شويه، مشيت خوت فكره على بريطانيا، على لوروب دو ليست، على امريكا، وسنه كرات باش نعبت نشوف البلاد انوفو، يعني بريفيزيون جديده بعين جديده من بعد 7 سنين، والبلاد بدلت عليا. ما فرحان ياسر ياسر على ليفولوسيون. توحشتها في 7 سنين؟ اي اكيد توحشتها، كل سنه توحشها، كل يوم توحشها البلاد، واحد ما ينساش اصله. اكيد اي ريكوموندي لي فرونسي، نقول لهم يمشوا لتونس خير ما يمشوا مثلا بلاد اخر، خاطر هنا تونس بلاد باهيه، با ترو شير، يعني عندها لي بري جوست. ومرحبا احنا، يعني كيفاش نقول لك، نفروا بهم الناس توريست، مش كان لي فرونسي، اما العالم كامل. عندك فكره على الناتور نتاع التوريزم لهنا في تونس، خاصه نحكيو على مونتاج، جبال، بحر، طبيعه بصفه عامه؟ انا ليانا، خاصه ليانا، فما دو تيب دو توريزم. فما توريست واحد فاكونس يحب يتفرهد، يحب يمشي شويه البحر، يبحر، خاطر عندنا عس بحر كما جي دي. وعندنا زاد التوريزم تاع لا كولتور، واحد يمشي الجام، واحد يمشي الكروان يشوف الجوامع، واحد يمشي راس الجبل، واحد يمشي الكربس، ويفيزيت ويخوض فكره على البلاد ويروح فرحان على الاخر. جاليا بالخارج اللي مازالوا ما روحوش، ما لقاوش وقت ولا متردين شويه باش يجيو للبلاد، شنو تقول لهم؟ نقول لهم كان خاصة ربي وعندكم الفرصة، أرجعوا لبلادكم وقدوها البلاد، كم ساتجي بلاد عالمي خير من جابون، خير من الشين، وإن شاء الله بقدرة ربي احنا عنا عز بلاد في أفريقيا. خاف ما نجوغ انك ترجع للبلاد تقرر هوني؟ اي اكيد اكيد، كي نعمل كارير في فرنسا ولا البرة في الخارجية نرجع البلاد ونبدأ كيكا متهني بداري، دار كبيرة، مش كيم في فرنسا مثلا، هنا تنجم تبني دار كبيرة ونساعد البلاد في كل شيء، وعندنا تاكس باهي، ما عندناش الحكايات نتاع البوليسيون، ما عملناش الممرمات مثلا في الكوفيد هذاك. لا تونيزي ايتي ان بو توشي، مش برشا برشا في الشيء هذا. اكثر حاجه تتوحشها في تونس شنو؟ العباد، العباد والمونتاليتي نتاع العباد، العباد متخلكين ومتروبين، وكل ديما في الكلام الحلو، كل سنه توحشها، كل يوم توحشها البلاد، واحد ما ينساش اصله. حاجة تتوحشها في تونس شنو؟ العباد، العباد والمونتاليتي نتاع العباد، العباد متخلكين ومتروبين، وكل ديما في لسان الكلام الحلو. كوموندي لي فرونسي، نقول لهم يمشوا لتونس خير ما يمشوا مثلا بلاد اخر، خاطر هنا تونس بلاد باهيه، با ترو شير، يعني عندها لي بري جوست، ونفروا بهم الناس توريست، مش كان لي فرونسي، اما العالم كامل. كان خاصة ربي وعندكم الفرصة، أرجعوا لبلادكم وقدوها البلاد، كم ساتجي بلاد عالمي خير من جابون، خير من الشين، وإن شاء الله بقدرة ربي احنا عنا عز بلاد في أفريقيا. كل خير فيها في البلاد، ويلكم تو تونيزيا حبيبي.